مشاهدينا، وللحديث أكثر عن مباحثات حكومة السودان الاقتصادية في واشنطن بعد قراراتها الخاصة بالدولار والتي تثير قلق الأسواق العراقية، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح اللو. مرحبا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم دكتور. مباحثات لوزير الخارجية في حكومة السودان فؤاد حسين اليوم في واشنطن تنصب جلها على أزمة الدولار، كيف ترى هذه المباحثات رغم استمرارها لعدة أيام؟ حقيقة ما يعيشه العراق من فوضى في الجانب المالي وفيما يخص قيمة الدينار مقابل الدولار منذ أشهر، خصوصا بعد قرار الحكومة الأمريكية بالتوقف في التعامل مع 14 مصرفا عراقيا، وطلبت عدة شروط للبنك المركزي العراقي فيما يخص التحويلات. السيد رئيس وزير الخارجية بصراحة لا يمتلك تلك المعلومات القيمة والدقيقة في مسألة الحوار مع البنك الفيدرالي أو مع الخارجية الأمريكية في هذا الخصوص، وإنما قد يكون هو ينقل معلومات أو رسائل من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي. ولذلك من الضروري جداً أنه كان من المفترض أن خبراء ماليين يمتلكون الخبرة العالية بالذهاب للمباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لحل هذه المشكلة فقط، وإنما عدة مشاكل مالية كبيرة ارتبطت منذ 2003 ولغاية الآن لم ترى النور بشكل واضح. وبنفس الوقت تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن النظام في العراق بعد 2003 أصابه الفساد المالي وغيره وخارج نطاق القوانين المعمول بها ماليا في العالم. هنا يعني إذا كانت المشكلة الأساسية من وجهة نظر الحكومة طبعا في خفض سعر صرف الدولار، لماذا لم تتخذ تدابير حقيقية تجاه الحوالات الخارجية التي لا تزال تتم إلى هذه اللحظة عن طريق السوق السوداء بحسب اللجنة المالية النيابية؟ يعني هل الحل من وجهة نظر الحكومة هو البنك الفيدرالي الأمريكي أم معالجتها من خلال السوق السوداء؟ ليس هناك مشكلة للبنك الفيدرالي الأمريكي مع العراق حقيقة، وإنما المشكلة هو في داخل النظام المالي الفوضوي في داخل العراق منذ تقريبا 2005 ولغاية اليوم في مسألة بيع العملة من خلال البنك المركزي العراقي دون وجود أي شكل من أشكال التنظيم للحوالات وفق النظام الدولي. هذا جانب، وجانب آخر مما يزيد الطين بلة كما يقال هو وجود عملة قد تكون مزورة، وهذا ما أكدته بعض الصيرفات والمصارف في مسألة التدقيق بورق العملة العراقية. تقصد الدينار؟ أدى ذلك إلى عملية توجه عديد أصحاب الصيرفة أو عمليات الغسيل للأموال وغيرها من عمليات الشراء من خارج المصارف، وهذا أدى إلى ارتفاع كبير جدا مما أربك الشارع واقتصاد العراق وغيره بصراحة، خصوصا انعكس بشكل سلبي على المواطن في مسألة التضخم وارتفاع أسعار السلع والمواد. طيب تقصد المزور من الدولار أم من الدينار؟ أم المزور من الدينار العراقي؟ من الدينار العراقي حقيقة. نعم. طيب أيضا المشاهد أن مبيعات الدولار أصبحت اليوم منخفضة، إلى ماذا ترجع هذا التراجع في خفض الدولار أو تراجع بيعات؟ في اعتقادي هذا الموقف غير سليم وغير صحيح. يعني انخفاض عملية قيمة الدولار مقابل الدينار كقرار لرئاسة الوزراء بتخفيض إلى 1300 دينار، هذا لا يعطي القوة التي نرجوها
في مسألة قيمة الدينار العراقي، وإنما هذا سيؤدي إلى مساعدة من يمتلك المليارات من الدينار العراقي، أو حتى دخول شكل من أشكال الدينار المزور لشراء العملة من خارج المصارف. ولذلك نلاحظ أولى شروط البنك الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي إيجاد منصة لعمليات التحويل الخارجي، وبنفس الوقت يجب أن يكون عن طريق نظام سويفت، النظام التي تعمل به أكثر من 200 دولة بالعالم، وهو الرقابة العالية على حركة الدولار بالدرجة الأساسية. ولذلك دكتور، ألم تفرض الولايات المتحدة البيع عن طريق المنصة الإلكترونية ونظام سويفت؟ ألم يبدأ أو يشرع بالعمل بها حتى الآن؟ في اعتقادي شرع العمل به، ولكن لغاية الآن يواجه صعوبات من قبل العناصر المتنفذة في داخل المصارف أو المصارف الأهلية أو أصحاب الصيرفات وغيرها. لاحظ تحاول الابتعاد عن المنصة لأنها ستكون تحت رقابة دولية، أين يذهب الدولار؟ ولذلك نلاحظ منذ أشهر ماضية ولغاية اليوم مستمرة عمليات الشراء من خارج البنوك والبنك المركزي. ولكن هناك عيب أيضا آخر، أن مبيعات البنك المركزي انخفضت خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى دفع كثيرا من العناصر التي تحاول عمليات غسيل الأموال وغيرها من شراء الدولار من الشارع، مما أوصله إلى 175,000 مقابل 100 دولار. وهذا لا يدلل على أن قيمة الدينار بعد قرار رئاسة الوزراء أن الدولار ب 1300 لا يعطي الإمكانية بقوة الدينار العراقي، والاستمرار بذلك هو عملية استنزاف للإيرادات الموجودة النفطية الموجودة في البنك المركزي التي وصلت 2022 إلى 90 مليار دولار دون وجود أي شكل من أشكال الدعم للإيرادات النفطية من خلال استثمار هذه الأموال في مشاريع إنتاجية تقوي الدينار العراقي. طيب، هنا السؤال، لماذا لا يتم السيطرة على السوق السوداء من خلال مزاد العملة في البنك المركزي؟ حقيقة ضعف الدولة، هناك ضعف وهشاشة في إدارة ضعف المالية وغيرها. هذه الهشاشة حقيقة شجعت كثيرا من القوى السياسية التي حاليا تتحكم في بعض حركة المال والمصارف والصيرفات التي تمتلكها. انخفاض الاستثمارات دفع بكثيرا من عمليات البيع والشراء لمواد لا جدوى لها و ممثلة بدخول المخدرات وغسيل أموال السلاح وأمور كثيرة، مما يعطي الإمكانية في عدم استقرار قيمة الدينار العراقي، وهذا ينعكس سلبا على المواطن من خلال ارتفاع حالة التضخم في الأسعار وغيرها. طيب، ذكرت أنه الحكومة اليوم تستخدم المخزون، مخزون النفط أو إيداعات النفط من البنك المركزي، هل تستطيع الحكومة التي يقوم اقتصادها على المدخول الراعي أو بيع النفط فقط أن تصمد وتستمر في دعم السوق لكي تثبت صحة قرارها بتثبيت قيمة الدينار؟ إلى أي مدى يمكن أن تصمد؟ حقيقة هذا الموقف هو الضعيف الذي اتخذته الحكومة في عملية بيع العملة، ولذلك يقال أنه أمس ارتفع أو اليوم بالأحرى صباحاً قيمة المبيعات وصلت إلى 300 مليون دولار. هذا استنزاف، وبنفس الوقت أي خلل في أسعار النفط العالمية سيؤثر سلبا بشكل خطير جدا إذا انخفضت أسعار النفط إلى دون ما هو موجود حاليا، يعني بحدود 10 دولار لو انخفضت سيؤثر بشكل كبير جدا على الموازنات القادمة، ولا تتمكن الحكومة من الإيفاء
بالموازنات ودفع المرتبات وغيرها، علما بأن الموازنات منذ 2010 ولغاية الآن ازدادت الموازنات التشغيلية، ارتفعت نسبتها بشكل كبير، وصلت إلى 75% من الموازنة، علما بأن أقل من 20% أو أقل بأكثر من ذلك أن تقوم الحكومة بعملية الاستثمار لمشاريع قد لغاية الآن لم تتضح على الواقع بشكل دقيق جدا، وهذا أثر بشكل سلبي على قيمة الدينار العراقي. شكرا لكم من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور صباح علا، وشكرا لكم.